السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بتدور على شهادة ادخار؟ شوف تفاصيل شهادة استثمار ب من البنك الأهلي المصري. تفاصيل الشهادة: فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، المدة سنتين، دورية العائد ربع سنوي، سعر العائد 6.5%. تصدر الشهادة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وكسر، يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء. يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الإسمية للأفراد الطبيعيين فقط في تاريخ استحقاقها. يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات. تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الإسمية. أتمنى ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتضغط لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك الأخبار الجديدة يوميا. اليوم الأخبارية أخبار على مدار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.